السلام عليكم ملوك الحدود، اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكونوا في صحة جيدة. تحياتي لكم ومرحبا بكم في فقرة وحلقة جزيرة بدون تأشيرة. جزيرة بدون تأشيرة لكل سكان العالم. موضوع ديالنا اليوم جزر كوك النيوزيلندية المتواجدة في المحيط الهادئ. بزاف ديال المعلومات جبتهم لكم، اللجوء، الدراسة، الاستثمار وجواز السفر، وبزاف ديال البلانات غتعرفوهم على هذه الجزيرة أو الجزر كوك. خليكم معايا باش تفهموا البلان كامل. جزر كوك عبارة على 15 جزيرة جنب بعضياتهم في المحيط الهادئ حدا بعضياتهم. اللغة الرسمية لجزر كوك هي اللغة الإنجليزية، لغة رسمية لجزر كوك. عملة رسمية لجزر كوك هي الدولار النيوزيلندي، كيتعاملوا بعملة الدولار النيوزيلندي، وعندها روابط سياسية متواصلة مع نيوزيلندا. وباسبور جزر كوك قوي جدا، يدخلك 120 دولة حول العالم، من بينهم أمريكا وكندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية. والحد الأدنى للرواتب في جزر كوك 8 دولار للساعة. الحد الأدنى 8 دولار للساعة في جزر كوك. وتعتبر جزر كوك من أرخص الجزر في العالم من حيث المعيشة. نخلي لكم الرابط في أسفل الفيديو في صندوق الوصف باش تأكدوا بأنفس ديالكم من جميع تفاصيل المعيشة والمواصلات على جزر كوك. وطرق الحصول على الإقامة في جزر كوك هي الدراسة. أول طريقة هي الدراسة، إقامة دراسية، يعني تحصل على الإقامة عن طريق الدراسة. والطريقة الثانية هي إقامة عقارية أو استثمار، تستثمر في جزيرة أو تشتري عقار. نخلي لكم الإيميل الرسمي لجزر كوك، الإيميل الرسمي لجزر كوك للاستشارة على أي معلومة تتعلق بالعقار أو بالاستثمار في جزر كوك. والطريقة الثالثة هي الزواج من مواطن أو مواطنة من نفس الجزيرة، يعني كتحصل على إقامة دائمة ديك الساعة ملي كتزوج بشي مواطن أو مواطنة من الجزيرة أو من جزر كوك. والطريقة الرابعة هي العمل، إلا خدمتي في الجزيرة وكنتي في الجزيرة ولقيتي خدمة كتاخد إقامة على العمل ديالك، يعني كتحصل على الإقامة حيت لقيتي عمل وصرحوا بك في داك العمل اللي انت راك فيه. إلا حصلتي على عمل كتاخد إقامة عمل في جزيرة أو في جزر كوك. والطريقة الخامسة والأخيرة هي اللجوء. جزر كوك من أكثر الجزر اللي استقبلت اللاجئين في السنوات الأخيرة. جزر كوك ملي كتكون في جزيرة وكتمشي للمكاتب طالب اللجوء في الجزيرة أو في جزر كوك، كيردوا عليك على 6 شهور، كيعطيوك تصريح بالعمل تمشي تخدم بمدى 6 المدة، هي القبول هي الرفض، على حساب التوصيل اللي عبتي به وعلى حساب التريكي اللي خدمتي في جزر كوك. ودابا بغيتي تعرف كيفاش يمكن لك توصل لجزر كوك من المغرب او من تونس او من الجزائر. كيفاش يمكن لك توصل لجزر كوك؟ اول حاجه خصك تعرفها ان ضروري ترانزيت نيوزيلندا، مطار اوكلاند في نيوزيلندا، يعني دوله ديال نيوزيلندا دارت ترانزيت فيزا اونلاين. كيمكن لك تطلب فيزا ترانزيت اونلاين، نزل في المطار اوكلاند ومن المطار اوكلاند تشد الطيران مباشره الى جزر كوك. كيفاش غتطلب الفيزا اونلاين؟ نخلي لكم الرابط في اسفل او في صندوق الوصف ديال طلب الفيزا ترانزيت فيزا اونلاين، يعني طلب الفيزا اونلاين، موقع رسمي ديال طلب الفيزا اونلاين غنخلي لكم في صندوق الوصف. ولكن قبل خاصك دير حجز طيران بدون دفع، بدون دفع يعني بلا فلوس بلا شي حاجه، حجز طيران بدون دفع. شوف شي رحله، يعني قبل ما تطلب ترانزيت فيزا اونلاين خاصك دير حجز طيران بدون دفع، شي رحله او خطوط غادي من المطار اوكلاند او من نيوزيلندا لجزر كوك بدون دفع، عابش يمكن لك تقدم على فيزا ترانزيت نيوزيلندا اونلاين وتسنى الرد على 20 يوم، غيراسلوك في الايميل اللي راسلتيهم فيه طلب الفيزا او طلب ترانزيت فيزا في نيوزيلندا. وتحياتي لكم خوتي الاعزاء، ومرحبا بالنقاشات ديالكم في الكومنتيرات، ومرحبا بكم عندي في الانستغرام جيري الفلوق اللي باغي يستشر معايا في شي حاجه وباغي يعرف شي حاجه وما فهمش باقي ما فهمش شي حاجه وباقي دايخ في شي حاجه،
مرحبا بكم كاملين عندي في الانستغرام ديالي جليلو فلوغ. دوزو عندي راك نجاوب كاع الدراري. وتحياتي لكم خوتي العزاز، نتلاقاو في شي فيديو جديد. لايكات كومونتيرات، تحياتي.